السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حاجة اسمها باي ريفيت، دي عبارة عن بعض الحاجات معمولة بالبايثون بتسهل عليك الشغل. على سبيل المثال، لو انت فاكرين في الأوتوكاد كان عندنا حاجة اسمها أوفر كيل، بتشيل الخطوط الزيادة اللي إلغائها مش هيأثر على الشغل. ده نفس اللي موجود هنا اهوت، بتدوس عليها بيقول لك انت عايز تلغي كل الخطوط ولا الديتيل لاين ولا المودل لاين. ممكن موديل لاين محطوط على موديل لاين تاني أو محطوط على شغل، والغاية مش هيفرق. فهو بيبدأ يشوف ايه اللي ممكن يتلغي بدون ما يأثر على الشغل، نفس اللي كان موجود في الأوتوكاد زمان.